سلام شميسات، كديري؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ كي غادي مع هذا الصهد؟ كنتمنى انكم تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. كيف ما كتشوفوا راني كنصايب واحد الطويجن ديال الحوت، قلت علاش لا ما نشاركوش معاكم. شهيت السردين صراحه، كيجي الصهد صافي الانسان كيبقى يقلب غير على الحوت، على شي حاجه خفيفه. كنت باغا نديرو في الفران ولكن ما لقيتوش. خديت الدوراده، هي البنات راها منقيه مغسوله وكلشي. دابا راني كنصايب ليها الشرموله ديالها. درت هنايا القزبر والمعدنوس، قطعتهم شلطتهم، ودابا كنحك الثومه. هاد الشرموله البنات هذه كتجي زوينه بزاف، وغنزيد عليهم واحد، غنحك واحد مطيشه، من الاحسن تكون حلوه وتكون طايبه ما تكونش قاصحه. غنحكها حتى هي على هاد الشرموله هذه. في العطريه غندير التحميره، واحد المعلقه صغيره عامره ديال التحميره. انا هنا ما بقاتش عندي، خصني عاد ناخذها. الكمون، الشرموله ديال الحوت كتبغي الكمون، غندير واحد المعلقه صغيره عامره ديال الكمون. الملحه بطبيعه الحال كتبقى على حساب الذوق. غندير شويه ديال الابزار وشويه ديال الخرقوم، واحد نص معلقه صغيره ديال الخرقوم، وغنزيد العصير ديال الحامض. هكا تقريبا انا درت واحد نص حامضه صغيره، وصافي غنزيد الزيت. انا هاد الزيت هادي عندي زيت ديال الزيتون ولكن خفيفه ماشي قاصحه. الا عندكم نتوما قاصحه داك الزيت الزيتون اللي قاصحه، خلطوا ديروا الزيت الروميه والزيت ديال الزيتون. صافي غنخلطها مزيان وغنبدا كنشرمل بها هاد الحوت هذا اللي عندي. الطاجين درت فيه شويه ديال الزيت، خلاص الخضره راكم ديروا اللي نتوما بغيتو، سورتو البطاطا تيحماقوا عليها الوليدات الصغار. المهم انا البنات درت بطاطا ومطيشه وخيزو، مولفه كندير فلفله هي التحسانيه، ولكن راه حنا عندنا دايره الكرون، يعني تقريبا دايره واحد 3 اورو في السوبر مارشي، على داكشي ما خديتهاش، ما عرفتش عند الخضار حتى العشيه وندوز نشوف شحال دايرين لها الثمن. المهم الخضره راه داكشي اللي كاين غديروه. طويجن ديال الحوت كتجي مع الخضره، يعني الخضره اللي درنا معاه كتجي زوينه. غنستف البطاطا وخيزو حتى هو غنفرقو من الفوق عشوائيا. فوالا، غندير واحد شويه، واحد الرشيشه ديال الملحه ماشي بزاف فوق الخضره، وشويه ديال الابزار، وبسم الله غنجي نحط الحوت. انا ما كنقطعوش، كنحطو بحال هكا صحيح. لو بغيتو نتوما تقطعوه طريفات تقدروا تقطعوه طريفات. فوالا بحال هذا الشكل. غندير هاد الشرموله اللي هنايا نخويها فوق هاد الخضره، وهذيك اللي عندي بقات ليا في الطبسيل غنزيد عليها شويه ديال الماء. هادي غنزيد عليها شويه ديال الماء وغنخويها من الفوق. هو اصلا الطاجين ديال الحوت ما تيبغيش الماء بزاف، لانه من بعد ديجا الحوت كيبقى يطلق الماء، فزدت غير واحد شويه. وغنوزع هاد الشرموله هادي على الخضره من الفوق. من بعد هي راه من كتبدا، من كيبدا الطاجين يغلى راه كلشي كيبدا يندمج مع بعضياته. وغنزيد من الفوق نقطع غير واحد الحبه ديال مطيشه نحطها من الفوق، والزيتون، وها الطاجين واجد. انا مطيشه ما كنحيدهاش، القشره ديالها كنغسلها غير مزيان وكنقطعها. نتوما الا كانت كديرونجيكم نقيوها وعاد
قطعوها. صافي غندير غير شويه ديال الحبه ديال مطيشه هكا من الفوق فوالا. وغندير الزيتون، الزيتون اللي مرقد، غنحطو يطيب على نار مهيله البنات حتى يطيب على خاطرو. وها هو الطويجن ديالي طاب. الغديوه ديال اليوم تشاركتها معكم، نتمنى انه يعجبكم بالصحه والراحه. وبما انه بزاف ديال الاخوات سولوا على منتجات اللي باش كيقتلوا سراق الزيت وداكشي، دابا الحال كيبدا يسخن، كاين اللي عندها النمل في الدار، كاين اللي عندها العنكبوت، كاين اللي عندها سراق الزيت، كل واحد شنو عنده. المهم البنات انا غنتقاسم معكم المنتوج اللي كنستعمل كل صيف، يعني دائما ملي كيبدا يسخن الحال كنشري هذا، داير فحال سانيكروا هذا كنشفو به الارض انا في نفس الوقت من غير الجفاف، يعني كنمسح به الاماكن اللي عندي فيهم مثلا سرارق الزيت. بحال مثلا انا عندي داك سرارق الزيت اللي شويه صغير ماشي في الدار كامله، غير في واحد البلاصه في الجهه ديال لابادورو في الفريغاديرو لتحت، مره كنشوفهم خارجين ليا من شي قنيته. الوغ هذا هو اللي كنستعمل، كنجفف به الدار كامله. هذا كيصلح لوسط الدار وبرا الدار، يعني كيصلح حتى للجرده ووسط الدار والجرده الا عندكم الجرده لا تيغاس، يعني الوسط وبرا. انا خديته البنات من ميركادونا، ولكن هذه ماشي الماركه ديال دالي بلوس، دونك كنظن انكم تقدروا تلقاوه في دي سوبر مارشي اخرين، تقدروا تلقاوه في كارفور. فحال هاد لي برودوي البنات هادو راه كاينين، غير قلبوا عليهم. المهم هذا انا خديته من ميركادونا، الثمن ديالو ما عقلش شي 2 اورو شي حاجه، راه دايرين هنايا ستوب انسكتوس، كيصلح لجميع الانواع ديال الحشرات. ها هما دايرين هنايا كيصلح للنمل، كيصلح لسرق الزيت، كيصلح للعنكبوت. واحد الاخت كتبت لي في التعليق راه عندي الرتيله، راه قتلاتني الرتيله، عييت ما ندير لها وما بغاتش نمشي اشنو ندير لها. والله اختي ما نكذب عليك ما عندي حتى شي فكره. كاينه واحد الصديقه ديال القناه كتبات لك ديري الشبه، ديري الشبه راها ما كتبقاش. انا ما عرفتش صراحه، ما عرفتش اشنو نقول لك. استعملي هذا المنتوج هذا على الله، انا المشكل اللي عندي هو سرارق الزيت، دونك كنبدا نستعمله الايامات الاولى يعني كيبقى يبان لي شي حاجه قليله، من بعد ما كيبقاش يبان لي. ها هو راه قرب يتقاضى. وفي نفس الوقت البنات الاماكن اللي مثلا عندكم شي بلاكار كيتجمع فيه العنكبوت اولا كيخرج لكم منه النمل ولا شي حاجه، غتشد واحد الشيفون تخويه فيه وتمسحو تما مزيان، ويعني بقاو تعاودوا العمليه وشوفوا. انا كيعطيني نتيجه، يعني انا كل عام كنشريه ديجا البنات اللي بادين معايا من العام اللي فات راني ديجا كنت قسمت معكم، وغنعاود نوريه لكم دابا. الى شي اخت اخرى كتعرف شي منتوج اخر اللي تيقتل هذا الشيء ديال الحشرات وهذا الشيء، وهذا الريحه ديالو زوينه، يعني ماشي الريحه مجهده بحال ريحه ديال فليتوكس ولا شي ريحه اللي كتخنق، بالعكس الريحه ديالو زوينه. غير هو ردوا البال الى عندكم الوليدات كيحبوا ولا شي حاجه، فدائما ردوا البال مع هاد الانواع ديال المنتوجات. دابا البنات غندوزو غنهضروا على واحد المحلول او على واحد المنتج طبيعي 100% اللي نقدروا ناخذوه حنايا ونعطيوه حتى الاطفال ديالنا، لانه كيقوي الصحه ديال الجهاز المناعي، كيقوي المناعه ديالنا. ديجا كنت هضرت لكم عليه، اللي هما البنات حبوب اللقاح، هما هادو البولين، كيتسمى بولين. وبزاف ديال البنات قالوا لي جيهان واش الحلبه، هو فعلا كيشبه الحلبه تماما، بوينو تقريبا، ولكن ماشي الحلبه، هادو مختلفين، هادو حبوب اللقاح. النحله ملي كتكون كتمشي كتمتص الورده، هادوك الحبيبات اللي كيكونوا في الورده كيلصقوا لها في الرجيلات ديالها، كتديهم لاكولمينا وبيهم كيتغداو عليهم هادوك لي بيبي ديال النحل، وتيكونوا فيهم البنات بزاف ديال الفوائد. هما فيهم بروتينات، فيهم معادن، فيهم فيتامينات، وفيهم احماض امينيه، فيهم 22 حمض اميني، يعني منتوج غذائي اللي متكامل، زوين بزاف للصحه ديال الجسم. وبما انه بزاف ديال الاخوات كيسولوني انه عندهم الوليدات الصغار وكتسد لهم الشهيه، ما تياكلوش بزاف، تيقلبوا هكا على شي فيتامين، هادو يقدروا ياخذوه الاطفال ابتداء من 3 سنين. انا هادشي اللي عارفه، مي كنظن على انه حتى قل، يعني ابتداء من عامين يقدروا انهم ياخذوهم، ولكن دائما استشاره طبيه. يعني الا كانوا الوليدات عندكم قل من 3 سنين سولوا البيدياترا ديالهم واش يقدروا ياخذوها او لا. كتقوي لهم الجهاز ديال المناعه ديالهم، كتعطيهم واحد الطاقه، كتعطيهم واحد النشاط، كتخليهم اكتيف النهار كامل. هذا غذاء متكامل لا بالنسبه للصغار ولا الكبار.
حتى الاشخاص اللي كيحسوا بلا فاتيك بلا العيا كيقاوم لا فاتيك كيقاوم العيا. بالنسبه للناس اللي عندهم الحساسيه، مضاد الحساسيه كيزيد يقوي الجهاز المناعي باش يقاوم الحساسيه، ولكن ماشي علاج. هذا البنات راه ماشي علاج، حيت كاينين الناس اللي كيبقاو ياخذوهم كيجيب لهم الله انهم الا كلاوه غيداووا من الحساسيه او من بعض الامراض. هذا راه ماشي علاج، هذا مكمل غذائي اللي يقدر الانسان يتعاون به، غني بالفيتامينات، فيه فيتامين دي، فيه فيتامين او، فيه المهم بزاف ديال الفيتامينات. ولكن اللي عندها نقص في لا فيتامين دي، يعني واحد النقص حاد، فما تعولش على هذا تقول غناخذ حبوب اللقاح وغي والمشكل صافي غيتحل. ضروري، هذا ليس علاج، هذا غير مكمل. اللي فيه شي حاجه خاصو ياخذ تريتمون ديالو، لان هذا ماشي علاج. كنعاود ناكد، زوين بزاف حتى الامراض الجلد بالنسبه للناس اللي عندهم كيعانيو من مشكل الاكزيما، فهذا كيقلل من هذا المشكل، هذا كيقلل حتى من حب الشباب. بالنسبه للاطفال الصغار، فاحسن حاجه انكم تعطيوهم لهم يشربوهم، يعني يكونوا داو مذوبينهم ليهم، لان الا عطيتو لهم بالمعلقه بحال هكا غيجيوهم قاصحين، هما الطعم ديالهم يعني محلوش، يقدروا ينفروا لكم منهم. فانا البنات وريتكم هنايا كيفاش داير، انا خديت واحد المعلقه صغيره بحال هكا ودرتها في كاس ديال الماء، راه كيدوب ولكن راه ما تيدوبش سوغ بلاص، خاصكم تحركوه. راه واخا هكا كيبقى واحد الحبيبات، واخا هكا كيبقاو فيه واحد الحبيبات. هنا راه درتو غير مع كاس ديال الماء باش نوريكم، حركتو مزيان خليتو واحد شويه، هانتوما راه تغير اللون ديالو راه كيذوبو، ولكن واخا هكا كيبقاو فيه بعض الطريفات. دونك الاطفال الصغار بالنسبه للمقياس اللي خاصهم ياخذوا معلقه صغيره هذيك ديال القهوه اللي كتكون صغر من هذه، بالنسبه للاطفال الصغار يعني ابتداء من 3 سنين القياس اللي خاصهم ياخذوا نصف معلقه صغيره بحال هكا في الصباح، ديروها لهم من الاحسن مع شي عصير اللي يكون فيه طعم، لحقاش بوحدو مع الماء ما غيعجبهمش. مثلا عصير البرتقال الا كان حلو، خد واحد نص معلقه صغيره ديروها لهم معاه وشربوا مع اي عصير، اي حاجه فيها واحد الطعم زوين ما غيحسوش به وغيشربوا لكم. بالنسبه لينا حنايا، معلقه صغيره في النهار، معلقه بحال هكا ديال البوستري اللي كناكلوا بها الديسير، راها كافيه. من الاحسن انه يتشرب في الصباح باش كيعطي هكا الجسم طاقه، كنحسوا براسنا اكتيفوس، عندنا داك الحيويه وداك النشاط، مثلا سورتو الا حسينا براسنا مدقدقين. وهو البنات زوين نقدروا ناخذوه يوميا على طول العام، ما كاين حتى شي مشكل، خاصه من كيكون داك الكامبيو دو تيمبيراتورا، من الصيف غندخلوا للبرد اولا من البرد غندخلوا الصيف، من كيكونوا داك التحولات ديال الطقس، زوين اننا ناخذوه لحقاش كيقويو لاس ديفينس ديالنا وحتى ديال الاطفال الصغار، بالتالي يعني ما تيكونش داك الزكام بحده ودوك الامراض بحده. فوالا، هذا اللي كنت باغا نهضر عليه اليوم البنات، ها هو الشكل ديالو كيفاش داير. بولين راه موجود البنات، انا هاد القرعه هادي فيها 250 غرام، خديتها ب 5 اورو فاصله شي حاجه. كاين القرعه حتى ديال 500 غرام، وكاين القرعه حتى ديال كيلو، كيتباع عند الناس اللي كيكونوا كيبيعوا العسل، العسل طبيعي انا من عندهم خديته، سينو راه حتى في لي سوبر مارشي في ميركادونا قالوا لي بعض الاخوات راه مشينا وما لقيناش. ميركادونا راه عندهم البنات الجهه ديال بيرفوميريا، ديجا كنت وريته لكم في واحد الفيديو، قلبوا غير في الفيديوهات ديال ميركادونا وراه غتلقاوه. سينو البنات ملي تمشيو للبيرفوميريا ديال ميركادونا قولها بور فابور دون ديستال بولين، هما راه غيوريكم فين كاينين، فين كاين، فين كاين كيبيعوا داكشي ديال المكملات الغذائيه، خميره ديال البيره ودوك لي فيتامينات، تما غتلقاو كيبيعوا القرعه الصغيره. راني ديجا البنات وريتها لكم، ما غتلقاوش صعوبه انكم تلقاوه، راه كيتباع في العالم كامل كيتباع. صافي البنات كتحركوه مزيان، ديروه كيف ما بغيتوا، تقدروا تاكلوه بالمعلقه، انا شخصيا يعني كيعجبني اني نذوبو هكا مع شي عصير عاد نشربو، تقدروا تزيدوه مع لي سلطات، يعني بالطريقه اللي نتوما ريحاتكم. واحد المكمل غذائي اللي متكامل زوين بزاف للصحه ديالنا. المهم البنات ما نزيدش نطول عليكم كثر، كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش ليا لي لايك الا كنتو اول مره كتشوفوا الفيديو ديالي وعجبتكم القناه، تسجلوا معايا مرحبا بكم. خليتكم في امان الله ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.